السادسة مساء وهذا موعدكم مع سيدو الإخبارية، أهلا بكم. قبل ما ندخل اليوم في قضيتنا مشاهدينا الكرام، اليوم عندنا خبر استثنائي يتعلق بوزارة الإسكان، حيث وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري يطلقان الدفعة الأولى من سكني 2018، وتستهدف هذه الدفعة الوصول إلى 300 ألف خلال هذا العام. المرحلة الثانية هذه من برنامج سكني 2018 تقريبا حيكون فيها 19481 منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة، يعني اليوم دفعة جديدة وأيضا مستفيدين جدد من هذا البرنامج. وبنتعرف أكثر على تفاصيل مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. حياك الله أستاذ سيف، مساء الخير. حياك الله. بداية نتحدث عن المرحلة الثانية هذه من برنامج سكني 2018 وأيضا المستهدفات اللي تم الإعلان عنها، ودنا شوي من التفصيل حتى المشاهد يكون يعرف طبيعة هذه المخصصات. ساسيف؟ طيب ساسيف احنا تسمعنا؟ طيب بيرجع معنا بعد شوي إن شاء الله الأستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. إذن كما ذكرنا مشاهدين الكرام، اليوم يعني التعاون بين وزارة الإسكان وبين صندوق التنمية العقاري في هذه الدفعة الأولى من المرحلة الثانية، تمام، لبرنامج سكني 2018، 19481 منتج سكني وتمويلي ستوزع على جميع مناطق المملكة. ونتعرف بعد شوي مع المتحدث الرسمي عن هذه التفاصيل، خصوصا المستهدفات البرنامج خلال العام الجاري راح تشمل إن شاء الله تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، بتكون موزعة ما بين مثلا 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهنا نشوف دور القطاع الخاص اللي يعمل مع وزارة الإسكان. أيضا 75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك وأيضا المؤسسات التمويلية. تفاصيل أكثر أكيد مع ضيفنا يرجعنا من جديد أستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. حياك الله أستاذ سيف من جديد. الله يحييك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إحنا ودنا نأخذ تفاصيل أكثر حول هذه الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لسكني 2018. نعم، تحية طيبة لك أولا ولجميع السادة المشاهدين والمشاهدات. وزارة الإسكان أعلنت بالأمس عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج سكني كما تحدثت قبل قليل. هذه المرحلة تستهدف الوصول إلى 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري 2018. تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن برنامج البيع على الخارطة، إضافة إلى 75 ألف أرض مطورة مجانية تقدم في عدد من المحافظات والمراكز، كذلك 100 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. طبعا يلاحظ أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأكبر في إطار الدعم السكني منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك تأتي بعدما تحقق من إنجاز خلال العام الماضي 2017 ب تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح وفئات المجتمع. بإذن الله خلال هذا العام كما أسلفنا نستهدف الوصول إلى 300 ألف. بدأنا بالأمس بالدفعة الأولى بأكثر من 19 ألف منتج سكني وتمويلي، ومسيرة متواصلة بشكل شهري بإذن الله لإطلاق المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية. جميل، يعني في المرحلة الأولى كان عندكم 282 تقريبا ألف منتج سكني وتمويلي، يعني خلينا نكون صريحين، نتكلم تقييمكم لهذه المرحلة، المرحلة الأولى كيف كانت؟ والله الحمد، يعني لاحظنا أنه في المرحلة الأولى التي كانت في العام الماضي 2017 ما تحقق من إنجاز بلغ أو تجاوز المستهدف. الوزارة أعلنت عن مستهدف 282 وجدنا أنفسنا نصل إلى أكبر من ذلك، ووصلنا إلى 282 ألف منتج سكني وتمويلي. نسب القبول على المنتجات السكنية والتمويلية مرتفعة جدا، هي بصورة عامة تتجاوز 70%. نحاول أن نلبي رغبات المستحقين للدعم السكني، وتحديدا الرغبة الأولى التي تم إدخالها في بوابة الدعم السكني أثناء التسجيل. ولله الحمد كل المؤشرات تعكس لنا مستوى رضا جيد ولله الحمد، وبكل تأكيد مستمرون لتلبية تطلعات المواطن وتحقيق رغباته بما يتناسب مع قدرات وحدات سكنية وأراضي والتمويل المدعوم، كل ذلك بما يتناسب بخيارات متنوعة تمتاز
جودتها تمتاز بسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف، وبإذن الله المسيرة متواصلة لتوفير المزيد خلال الفترة المقبلة. جميل، يعني إحنا لما نشوف اليوم هذه المنتجات السكنية ونشوف أيضا أكثر من جهة تتعاون في تقديم هذه المنتجات للمواطنين بالإضافة إلى القطاع الخاص، أيضا الحديث هنا أيضا عن بعد انتهاء مرحلة التخصيص، ما هي الخطوة الثانية اللي تتبعها الوزارة مع المواطنين المخصص لهم؟ نعم طبعا فيما يخص الشق الأول ما يخص القطاع الخاص، الوزارة منذ أن تحولت من دور المنفذ والمطور إلى دور المراقب والمنظم لسوق الإسكان عملت على توقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المطورين العقاريين والمؤهلين وذوي الكفاءة لضخ المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس بالمساحات المختلفة وبالأسعار المتنوعة بالمعدل السعري المذكور. فيما يخص الإجراءات التي تتم بعد عملية التخصيص، طبعا يتم عقد المعارض للحجز والمعاينة، تتم دعوة المواطنين المخصص لهم في كل دفعة شهرية تتم دعوتهم إلى هذه المعارض للاطلاع عن قرب على الوحدات السكنية في حال كانت جاهزة، تتم معاينتها ثم استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لاستلامها. أيضا فيما يخص الوحدات التي تكون قيد الإنشاء هي الشراكة مع المطورين العقاريين، يتم الاطلاع عليها على الخارطة تمهيدا لاستكمال الإجراءات لاستلامها خلال مدة أقصاها 3 أعوام بإذن الله من تاريخ توقيع العقد مع المطور. هذه المعارض أستاذ سيف وش اللي يدور فيها عشان المشاهد يكون عنده فكرة؟ طبعا هذه المعارض هي تقع في أراضي مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة. حتى خلال 3 أشهر الماضية تم عقد قرابة 40 معرض شملت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الجاهز وقيد الإنشاء من الشقق والفلل والتاون هاوس. في كل شهر نطلق ما بين 5 إلى 10 معارض ما بين الوحدات الجاهزة والبيع والخارطة، كان آخرها ما تم إنجازه في محافظة جدة على سبيل المثال ب 1952 شقة تم حجزها بالكامل خلال مدة لم تتجاوز الشهر. الأمر ذاته في بقية المعارض نلاحظ مستوى عالي من الإقبال، مستوى عالي من الحجوزات، كلها في إطار عمل الوزارة وسعيها الدؤوب لتلبية تطلعات المواطن وتحقيق رغباته بما يتناسب مع قدراته. يا سؤالي الأخير لك أستاذ سيف عن إجراءات التخصيص للمواطنين، هل المنتج اللي يتم تخصيصه للمواطن يكون إلزامي له أم لديه خيارات القبول أو الرفض مثلا؟ يعني إيش الإجراءات اللي تتبعونها في هالحالات؟ طبعا وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني تسعى إلى تلبية الرغبات الأولى للمستحقين والمستفيدين من الدعم السكني. هناك مجموعة من الرغبات يمكن للمواطن المتقدم إدخالها، الوزارة تسعى إلى تلبية دائما الخيار الأول، وهذا ما يؤكد لنا نسبة الرفض المحدودة التي لا تصل حتى إلى 30%. نلحظ من خلالها بأن الرغبات قد تحققت بالمعظم في حال الرفض، وهي حالات محدودة. هذا اللي نبغاه، في حال الرفض نعم، في حال الرفض يعود المستفيد إلى قائمة الانتظار حتى يخصص له منتج آخر، يمكن أن يخصص له في الدفعة التالية مثلا. الأمر لا يعني لا يستغرق الكثير من الوقت. في كل الأحوال نحن نلبي ونتيح مختلف الخيارات أمام المواطن لاختيار ما يناسبه من منتجات سكنية. جميل، يعطيك العافية أستاذ سيف السويل المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، شكرا لك. والآن إلى قضية اليوم مشاهدينا الكرام، كلنا يعلم أن ضريبة القيمة المضافة تؤخذ من جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية ذات الدخل العالي وحسب شرائح تم تحديدها مسبقا، وهذه هي من سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها في جميع السلع المباعة لديها وحسب وجود رقم ضريبي لدى المنشأة يوضح التزامه أمام العملاء. لكن نحن نواجه الآن بعض المحال التجارية الصغيرة كالبقالات ومحلات العطور والملابس الجاهزة وأيضا بعض المطاعم الفردية اللي ما تتبع لسلسلة فروع متعددة ذات دخل عالي تتلاعب وترفع الأسعار بذريعة أنها ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة. هذا ما حذرت منه وزارة التجارة، هذه قضيتنا اليوم. نتابع التقرير ثم نعود للحديث مع ضيوفنا حول الجهود الرقابية. بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك،
كثفت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأمنية جولاتهم الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود في جميع أرجاء المملكة للتحقق من وفرة السلع والمنتجات وضبط المخالفات التجارية أثناء تطبيق القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري. تقوم الآن وزارة التجارة والاستثمار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الزكاة بالإشراف على الأسواق بشكل مستمر ومباشر، وهذه الجولات الرقابية مستمرة على مدار 24 ساعة بالإشراف من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك المكونة من 18 جهة رقابية. تهدف وزارة التجارة والاستثمار إلى متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لإيجاد منافسة حرة لصالح المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ورصد أي ممارسات تجارية مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري. كما أكدت هيئة الزكاة والدخل دعمها لقطاع الأعمال قبل تطبيق الضريبة بمساعدتها للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن المليون ريال، وذلك بتوفيرها كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل في الضريبة. وشددت الهيئة بضرورة تأكد المستهلكين الحصول على فاتورة تشمل الضريبة ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5% أو الضريبة بنسبة 0 في حال لم يكن هناك ضريبة على تلك السلع. وتحظى الجولات الرقابية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، والتي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وتتكون من 18 جهة حكومية. وتأتي أعمال غرفة العمليات المشتركة ضمن الوسائل المبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص واعتماد أدوات فعالة في التنفيذ وتقويم الأداء ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية بما يضمن قاعدة فعالة للعمل الحكومي. إذن هذه هي القضية اليوم. شفنا في التلاعب كثير أحيانا في بعض الجهات والمحال، وشفنا أيضا عدد من المواطنين كان بينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الفواتير لبعض الشركات اللي أيضا أو بعض المحال اللي تلاعبت في هذا الأمر. اليوم بنوضح إن شاء الله هذه المسألة مع ضيوفنا الكرام. نرحب بضيوفنا، نبدأ في الاستوديو الأستاذ حمود الحربي مدير العمليات لمشروع قيمة الضريبة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل. حياك الله أستاذ حمود. الله يسلمك يا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أيضا الأستاذ مسفر الدحيم مستشار ضريبي ورئيس الفريق القانوني لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا. حياك الله أستاذ مسفر. الله يسلمك طول عمرك. معنا أيضا من جدة الأستاذ حسن الصبحي الكاتب الاقتصادي. حياك الله أستاذ حسن، مساء الخير. الله يحييك، أرحب فيك أستاذ الكريم وفي الضيوف الأعزاء وفي المشاهدين قناة الأخبارية. أهلا وسهلا فيك. أيضا الأستاذ محمد المري من الدمام القانوني والمختص بالشؤون الضريبية. حياك الله أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، أحييك أستاذ إبراهيم وجميع الإخوان المشاركين والمشاهدين. إذن حياكم الله جميعا ضيوفنا. نبدأ معك أستاذ حمود الحربي، أنت اليوم مدير العمليات لمشروع قيمة الضريبة المضافة. إحنا اليوم 16 يناير، يعني تقريبا 16 يوم منذ تطبيق الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج. كيف تسير حتى الآن عملية تطبيق القيمة المضافة قبل ما ندخل في التفاصيل؟ حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتدأ كما يعلم الجميع في بداية يناير 2018، الآن كما ذكرت لنا 16 يوم، والله الحمد الأمور يعني تمشي على مستوى عالي بالتطبيق، يعني تضح جاهزية الشركات التي عملنا على تجهيزها منذ بداية 2017. الهيئة تقوم بدورها حاليا من ناحية الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات بمساعدة وزارة التجارة من خلال الغرفة المشتركة لحماية المستهلك. يعني فعلا انتم من بدايه 2017 وانتم تشتغلون على هالموضوع في تجهيز؟ اي نعم. اي نعم، عملنا حقيقه من ممكن اقول قبل 2017 كذلك يعني، لكن منذ طبعا اقرار مجلس الاعلى لقمه دول مجلس التعاون في قراره رقم 36 بان يتم تفويض لجنه التعاون المالي الاقتصادي في وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عن يكون يبدأ التطبيق في 2018 للدول الجاهزة والغير جاهزة إلى 2019.
عملت الهيئة طبعا منذ تلك الفترة على التجهيز، عملت تقييم داخل الهيئة وش احتياجاتها وش مكامن القوة في الهيئة وش الاحتاج نحتاج إلى تعزيز. كذلك قمنا بالتواصل مع شركات، وزعنا الشركات طبعا حسب ما هو موجود كفئات، شركات كبيرة وشركات متوسطة وصغيرة، وكان لكل نوع من الشركات كان لها تجهيز خاص. وضعنا مدراء علاقات لكل شركة من الشركات الكبيرة، شركات متوسطة وضعنا لها برامج خاصة ودعم لها. فكانت المرحلة يعني يمكن أواخر يعني يمكن من نوفمبر 2016 على 17 طبعا كلها كانت مرحلة تجهيز وإعداد لهذه الشركات، وكذلك العمل على اللائحة التنفيذية والنظام ضريبة التقييم المضاف. طيب يعني في إطار هذا التقييم اللي نتكلم عنه الحين في بداية الحلقة، كيف تشوف أيضا التوعية لدى الناس لدى المستهلك الآن لما صار يعني يشتري يعني سلع بضريبة؟ هل والله في توعية الناس صارت تعرف، أو أنه فعلا التساؤلات اللي تطرح مثلا في السوشيال ميديا وإلى آخره تساؤلات فعلية حقيقية الناس قاعدة تلاحظ أشياء وتكشفها في قضية التلاعب؟ طبعا كما تعلم ضريبة القيمة المضافة هي نظام جديد على دول مجلس التعاون وليس المملكة فقط، بالتالي احنا عندما عملنا على تهيئة او توعية سواء الشركات او بعد ذلك المستهلكين والمواطنين المقيمين على نظام ضريبة القيمة المضافة وعلى الآليات والتطبيق، حقيقة مع بداية التطبيق كان فعلا هناك يعني واضح ان هناك وعي، لا في وعي فعلا فعلا يعني، ولمسناه من البلاغات اللي تصلنا من خلال التطبيق الذي أطلقته الهيئة مع بداية التطبيق. فكان يعني أغلب والله الحمد المستهلكين لديهم يعني الوعي الكامل لمتطلبات هذه الضريبة، احتياجاتهم بدأت يعني بدأ المستهلكين حريصين على الفاتورة، حريصين على تقليل النفقات، فكان في يعني سلوك جميل جدا وفعال في تطبيق هذه الضريبة. أبرز البرامج اللي نفذت في سبيل توعية المستهلك، يعني أنا أذكر كان عندكم موقعكم في تويتر كان هو الوحيد اللي كان يوعي وكان يضرب بالأمثلة وبالإنفوغرافيك والأشياء هذه، إيش البرامج الأخرى أيضا اللي استعملتوها؟ طبعا أطلقنا كذلك مركز اتصال موحد اللي هو 1-3-3، كان نتلقى من خلاله الاستفسارات سواء من العملاء أو الشركات أو من خلال المواطنين أو المهتمين في ضريبة القيمة المضافة. وكذلك كما ذكرت في تويتر كان لدينا طبعا كذلك أطلقنا ورش عمل كثيرة، كان هناك طبعا ظهور لنا ببعض القنوات الإعلامية، كان هذه جزء من الخطة الإعلامية في توعية المجتمع بصفة عامة في شقه سواء القطاع الخاص أو مجتمع عموم بصفة عامة يعني كامل المجتمع. طيب أستاذ مسفر، يعني لما نتكلم اليوم عن هذه الثقافة الجديدة اللي ذكرها أستاذ حمود أنه يعني الآن الواحد صار يشتري ويحسب حساب الضرائب والفواتير وإلى آخره، هل توقعت أنه يكون في مثلا هذا التلاعب اللي نشوفه من بعض المحلات؟ يعني توقعت أن هذا الشيء ممكن يكون ثقافة أيضا عالمية موجود هذا التلاعب يعني مثلا؟ صحيح، لا يخلو أي نظام ضريبي في العالم مهما كان نوع الضريبة أو تسميتها سواء ضريبة مباشرة أو غير مباشرة كضرائب الدخل أو ضرائب على المبيعات من تلاعب ضريبي سواء من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة أو حتى من العملاء نفسهم. لكن هناك يعني ما أقدر أن أقول أنه تهرب ضريبي بقدر أنه يعني وخصوصا نتكلم عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغيرة تحديدا هي أغلب الإشكاليات فيها نظرا لعدم فهم آلية التطبيق، وبعضهم حتى ممكن استغلال هذه للحصول على يعني بعض الإيرادات الغير النظامية. بل حتى هناك إشكاليات على مستوى الشركات الكبيرة، أنا وصلتني البارح فاتورة ضريبية صدرت من أحد الشركات طبعا فيها مخالفات كثيرة يعني ممكن عددنا بشكل مبسط عنها. هي الفاتورة يعني الضريبية من إلزاميتها أنها تضع اسم المنشأة ورقمها الضريبي، طبعا حطوا في الفاتورة اسم الجهة الحكومية، هي جهة شركة منشأة مشغلة لجهة حكومية فحطت اسم المنشأة الحكومية، وهذا يخالف يعني ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن الفواتير الضريبية، هذه مخالفة غير طبعا المخالفات الواردة الأخرى بسبب جهل. يعني هل لابد كل فاتورة يكون فيها يعني رقم ضريبي وأيضا اسم المنشأة؟ نعم، اسم المنشأة القانوني والرقم الضريبي هذه إلزامية، وطبعا الهيئة مشكورة يعني أطلقت تطبيق للإبلاغ عنها وحتى تسوي الكيو آر تسوي سكان له حتى مو بالضرورة أنك يعني أنك تدخل الرقم الضريبي، لا
تقدر تدخل الرقم الضريبي او حتى تسوي سكان للكيو ار اللي موجود ويطلع لك هل مسجل ولا لا. الاشكاليه احيانا هذه مثلا انا شيكت صراحه شخصيا على ابي اتاكد يعني شفت اسم الجهه الحكوميه فقلت ممكن يعني ان فيه غلط يعني فطلع اسم الشركه فعلا اللي مسجل في ضريبه القيمه المضافه صحيح لكن الفاتوره اللي صدرت اللي وصلتني صوره منها كان اسم الجهه الحكوميه وهذا مخالف لان اساسا الجهات الحكوميه لا تستلزم انها في اغلب الاحيان انها ليست خاضعه للضريبه لكن خصوصا في العقد هذا اللي متعاقده كان على الشركه المشغله ان تضع اسمها وليس الجهه الحكوميه هذا عدم طبعا مخالف. انت بلغت استاذ مسعود طبعا انا وجهت اللي حصل الفاتوره هو المتضرر هو اللي يبلغ عن الموضوع لان حتى حسابهم للضريبه غلط طبعا في مخالفات هي شركه موقف سيارات ففي غرامه على الموقف وهذه غرامه تاخذها مثل الجهه الحكوميه بصفتها جهه حكوميه وهذه الجهه الحكومية ما تخضع لكن وفي تفاصيل اخرى اللي مثلا اللي هو عمليه السحب او قيمه سحب السياره وحجزها هذه لا هذا قطاع خاص يشغلها وهذه عليها الضريبه لكن مبلغ المخالفه كان لابد لا يحتسب عليه الضريبه وحسبت الضريبه بالخطا عليه. طيب نروح لجده نسال الاستاذ حسن الصبحي الكاتب الاقتصادي. استاذ حسن يعني عندما نتحدث عن الاقتصاد الوطني ما هو الاثر اللي يتوقع منه ان يحدث على الاقتصاد الوطني نتيجه للقيمه المضافه هذه للضريبه اللي تدفع الان؟ ايش حنشوف اثار مستقبليه؟ اكيد ارحب فيك استاذ ابراهيم مره اخرى ولكن الحضور الكرام وفي المشاهدين. ضريبة القيمة المضافة كما أطلقت عليها هيئة الزكاة والدخل هي نوع من أنواع الإيرادات المحتملة للدولة وبالتالي الإيرادات التي ستحصل عليها الدولة ستأتي من خلال الضريبة التي ستفرض على جميع السلع التي تباع والمنتجات التي يتم تداولها ويتم التعامل معها وبالتالي هي رافد إضافي لإيرادات الدولة. أين تذهب هذه الإيرادات سواء لمشاريع تنموية أو لتغطية بعض النفقات الضرورية للدولة في ميزانيتها العامة؟ يعني هذا بينعكس على البنية التحتية على حياة الناس بالتأكيد. حسب ما معلوماتي أنه قد يكون والأستاذ حمود ممكن يفيدنا في هذا الموضوع أنه سيخصص إيرادات هذه ضريبة القيمة المضافة للصحة أو للتعليم أو تكون الضريبة الانتقائية كما فهمت وأتمنى أستاذ حمود يصحح لي هذه المعلومة. هي الضريبة مطبقة على مستوى العالم يعني في كثير من دول العالم لكنها تختلف عن أنواع أخرى من الضرائب. أعتقد هي أقرب إلى ضريبة المبيعات وليست إلى الضريبة القيمة المضافة لأن ضريبة القيمة المضافة في دول العالم تنطبق على الدول الإنتاجية أو الصناعية أكثر منها على المبيعات. ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج تقريبا هي أقرب إلى ضريبة مبيعات وليست إلى الضريبة القيمة المضافة طيب. لكن قد يكون الأسهل أن تداولها كضريبة قيمة مضافة أفضل وأسهل من ضريبة مبيعات. طيب اليوم لما نتكلم عن المنشآت الصغيرة أستاذ حسن يعني هل هناك قلق كبير من أنها مثلا تتضرر من هذه القيمة المضافة؟ كيف تتعامل المؤسسات الصغيرة والمنشآت الصغيرة في مع هذا التغيير اللي صار؟ لا أعتقد أن يكون هناك أي ضرر على المنشآت لأن المنشأة هي لا تدفع الضريبة من عندها، الضريبة يدفعها المستهلك النهائي وبالتالي المنشأة عندما تدفع أو يعني تحصل على قيمة الضريبة 5% من المستهلك بالتالي تدفعها مباشرة إلى القطاع اللي هو هيئة الزكاة والدخل كضريبة قيمة مضافة، ولكن كمنشأة على منتجاتها أو على ما تستهلكه أو ما تقدمه من خدمات ليس عليها ضريبة ولكن على المستهلك النهائي هو الذي سيدفعها. هو حيختلف عليها وضع أنه سترتفع تكلفة السلع لدى هذه المنشآت ولدى والخدمات وبالتالي قد يكون هناك في إعادة نظر لدى المستهلك في بعض الخدمات والسلع التي يقوم بشرائها الآن بالذات الكمالية نعم بالذات السلع الكمالية كما تفضلت والأشياء الغير الضرورية سيكون هناك في تراجع كبير أتوقع ذلك
سيكون في تراجع في في عملية الاستهلاك لدى الأسر السعودية. جميل. تحول إلى الدمام أستاذ محمد المري، أنت قانوني ومختص بالشؤون الضريبية، عندما نتكلم عن أن القيمة المضافة تعتبر شيء جديد على بيئة الأعمال السعودية، ما الذي يجب على كل منشأة أن تقوم به حتى تحفظ حقها القانوني؟ أولا نعيد الترحيب بك وبجميع الإخوان المشاهدين. حياك الله. المنشآت طبعا باختلاف أشكالها وأحجامها ستختلف معها الترتيبات. فعلى سبيل المثال للشركات الضخمة أو المنشآت الضخمة بشكل عام ستحتاج أن تتعامل مع ناس مختصين أو تخصيص الإدارات لديها المالية والمحاسبية والاستعانة بالخبرات الخارجية كمحامين وكمحاسبين قانونيين. المنشآت المتوسطة ستحتاج إلى أنها تضبط مصروفاتها زيادة أكثر من قبل يعني. أما الوحدات أو الفئات الأقل المنشآت الصغيرة ربما راح تتضرر ليست ماديا لكنها من الناحية الإدارية ستحتاج إلى ضبط أكثر غير متعودين عليه يعني أو ليس متعودين عليه بشكل كبير. فبالتالي يحتاجون أنهم يضبطون جميع إداراتهم أو المصاريف المالية وتكون مفوترة ومجدولة وتحفظ ليست لمدة بسيطة بل يفترض فيها أنها تحفظ إلى عقود من الزمن أيضا لأن المراجعة الضريبية قد تكون في أي وقت وستشمل تاريخ تاريخ المنشأة كاملا يعني وليس إلى فترة بسيطة يعني. طيب عندما نتكلم عن العقبات القانونية حدثنا عنها اللي تواجه المنشآت في موضوع تطبيق القيمة المضافة لديها. العقبات القانونية سأتكلم بشكل عام ليست فقط في تطبيق القيمة المضافة. المنشآت يحتاج إلى أنها يتخصصون أو يتعامل مع مختصين في القانون بشكل عام لتفادي المشاكل. عادة يتم اللجوء لنا كمحامين سواء في موضوع القيمة المضافة أو في أي موضوع آخر لعلاج المشكلة الواقعة وليس بل يفترض فيها أنهم يتعاملوا معنا كوقاية بدل أن يكون كعلاج. هذا يوفر على الشركة عدة أمور أو التزامات مالية ضخمة لا يفرض عليها مبالغ كبيرة مقابلة في العقوبات التي ستقع عليها عند مخالفتها لنظام الضريبة أو لأنظمة أخرى. هل أصحاب المنشآت الصغيرة مثلا راح يدفعون مبالغ كبيرة مجرد التعاقد مع قانونيين أو محامين مثلا؟ لا تكون هذه عقبة يعني؟ لا يشترط للمنشآت الصغيرة أن يتعاقدون مع المحامين لأن عملياتهم راح تكون مبسطة يعني. على سبيل المثال أصلا الفاتورة اللي هيئة الزكاة نفسها أو الدخل وضعت نوعين من الفواتير يعني الفاتورة اللي أقل من 1000 ريال سيكون يعني إجراءاتها مبسطة فبالتالي ستتبسط إجراءات المحلات التجزئة الصغيرة أو المنشآت الصغيرة بعكس المنشآت الكبيرة التي ستكون مبالغ طائلة وهي الذي غالبا يكون فيها التهرب الضريبي له أثر أو ملموس أكثر من المنشآت الصغيرة. طيب احنا عندنا جولة ميدانية مشاهدينا الكرام بنشوفها الحين ونرجع نتحدث مع ضيوفنا حول التلاعب بالقيمة المضافة نتابع. الأول حسن الصبحي. الجولة الرقابية مفتاح الحل لمنع التلاعب بالأسعار في مختلف المناطق. تتوقف سيارة المراقب أمام المواقع التجارية والصيدليات الطبية فيتحول المكان إلى حالة من الترقب والتساؤل، هل هذا المكان التزم بالتعليمات الخاصة بالأسعار ووجود شهادة من الجهات المختصة أم هناك من لم يلتزم ويعمل بدون ذلك؟ هدف الحملة هو حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار وردع المخالفين ومتابعة الأسعار المقررة وثبات سعرها، كذلك التأكد من أنظمة البيع داخل الصيدليات ومتابعة الأدوية منتهية الصلاحية والمقلدة. جولات المراقبين من عدة جهات حكومية يعملون كفريق واحد للتأكد من عدم رفع الأسعار وعدم التلاعب بالقيمة المضافة وحماية المستهلك من المخالفات خصوصا فيما يتعلق بالصحة ووجود أدوية بدون تصريح. أي واحد ما سجل بالضريبة المضافة أو أنه يأخذ الضريبة بنسبة أعلى أو أنه ما يطبق النسبة الصفرية فيتم مخالفته ويتم محضر
أداء محضر بالمخالفة وترفع للإدارة العامة وفيها غرامات فيها مخالفات بنسب متفاوتة طبعا. أدوية تم تركيبها داخل الصيدلية بدون ترخيص، أدوية صحية طبية. ضبط الأسعار وعدم التلاعب بالقيمة المضافة من أهم واجبات كافة المراقبين في هذه الجولة، ويبقى الأهم وعي المواطن بحقوقه وكذلك بالأسعار الحقيقية. عبد العزيز العيادة الإخبارية حائل. شاهدنا هذه الجولة من جولات دائما تقام في الميدان لحملات تفتيشية حول موضوع التلاعب اللي يحصل من بعض المنشآت للأسف بموضوع الضريبة. أستاذ حمود، يمكن إذا كان لك تعليق على هذه الجولة، ودنا نشرح الناس الفرق اللي تنزل للميدان. وزارة التجارة بالإضافة إلى يعني أيضا هيئة الزكاة والدخل، صحيح؟ نعم صحيح. سنطلق من نهاية التقرير عندما ذكر وعي المستهلك. في حقيقة احنا نعول على وعي المستهلك بشكل كبير، نعول عليه من ناحية فهم الحقوق الضريبية أو حقوقه في حالة رفع الأسعار بدون أي مبرر. بالنسبة ما يخص الجولات التفتيشية، الهيئة لديها يعني فرق للجولات التفتيشية تنزل إلى الميدان وفي الرقابة مع وزارة التجارة ومع هيئة الغذاء والدواء إذا كان هناك جولات تفتيشية على الصيدليات. بالتعاون مع هذه الجهات نزور الأماكن التي عليها تبليغ أو الأماكن المشتبه أن هناك لديها مخالفات ضريبية، فنقوم طبعا من خلال موظفي الهيئة بإعداد محضر بما يتعلق بالمخالفات الضريبية كما ذكر الأستاذ مسفر، بما يتعلق مثلا سواء عدم وجود رقم ضريبي، عدم وجود اسم المنشأ على الفاتورة الضريبية، عدم إظهار الضريبة، أو مثلا رفع الأسعار مثلا. يعني حقيقة رفع الأسعار يكون معنا الأخوان في وزارة التجارة، وهذا طبعا من اختصاص وزارة التجارة. فالعمل تكاملي حقيقة بيننا وبين الجهات الأخرى، فنعد محضر بهذه المخالفات الضريبية التي تتعلق في ضريبة القيمة المضافة. جميل. أنا راح أرجع أستاذ حمود للحديث عن أيضا المحال المستقلة، يعني مثل زي الصيدلية المستقلة ما تتبع لشركات أو مثلا فروع وإلى آخر من بعض المحلات، اللي هل ممكن يطبقون الضريبة أو لا. بس ناخذ معنا عبر الهاتف الأستاذ فيصل العبد الكريم الكاتب الصحفي والمختص بقضايا المستهلك. حياك الله أستاذ فيصل، مساء الخير. أستاذ فيصل تسمعنا؟ أستاذ فيصل، طيب إلى أن يعود إلينا أستاذ فيصل. أستاذ حمود، حدثنا عن هذه النقطة اللي ذكرتها أنا قبل شوي. طبعا كيف أتأكد أنا من أروح ألقى صيدلية مثلا ما تتبع لأي فرع اسم مستقل وألقاه يأخذ ضريبة، هل مثلا معناها أنه فعلا دخله فوق المليون؟ لابد، نعم كلام صحيح، إذا كان يأخذ ضريبة بالتالي لابد أن يكون مسجل في ضريبة قيمة مضافة، وصل إلى حد التسجيل الإلزامي أو كان أقل من حد التسجيل الإلزامي اللي هو مليون في الفترة الحالية، حق له التسجيل. يعني التسجيل يعني ليس فقط لمن هو يتجاوز المليون، من هو أقل من مليون لديه الحق أنه يسجل، وفعلا لدينا شركات ومؤسسات كثيرة أقل من مليون بادرت إلى التسجيل في ضريبة تسجل القيمة، لكن ما تأخذ ضريبة. لا تأخذ ضريبة، التسجيل معناها أصبح خاضع، معناها يجب أن يلتزم بجميع متطلبات النظام واللائحة، يصدر فاتورة ضريبية ويحصل ضريبة القيمة المضافة ويوردها الهيئة. عندما يكون هناك أي صيدلية كما ذكرت، صيدليات لا أو تتبع إلى قالة مثلا في الحارة أو أي مكان، فقالة أو أي متجر أو أي مكان يعني أو أي نشاط تجاري، لابد أن يكون لأجل أن يحصل ضريبة لابد أن يكون ابتداء مسجل في ضريبة قيمة مضافة ويحصل على يبرز شهادة الشهادة التسجيل. اللي تطلع نعم اللائحة، طبعا صدر تعديل على اللائحة أنه لابد أن للشخص الخاضع والمسجل في ضريبة قيمة مضافة أن يبرز شهادة التسجيل في ضريبة قيمة مضافة، وفيها كيو آر كما ذكر الأستاذ مسفر، ومن خلال التطبيق لابد من خلال التطبيق يستطيع أن يعمل سكان على هذا الباركود ويتأكد هل هذا فعلا مسجل أو لا. طيب رجعنا من جديد أستاذ فيصل عبد الكريم الكاتب الصحفي والمختص بقضايا المستهلك. حياك الله أستاذ فيصل، مساء الخير. الله يحييك يا هلا، مساء النور. عندما نتحدث عن أبرز طرق الغش والاحتيال اللي رصدتموها خلال متابعاتكم الصحفية في الجولات، هل في عندك بعض الملاحظات ممكن نطرحها لضيوفنا اليوم؟ والله هو الموضوع بالنسبة يعني الغش من ناحية التسعير، لا هو مشكل الموضوع غش. احنا نشوف المستهلكين يشتكون من غلاء الأسعار، يعني مقارنة الأسعار عندنا هنا مقارنة بدول أخرى، يعني الدول الأوروبية أغلبها أرخص من عندنا، الأدوية
في الدول حول العالم، هذا يرجع للدول المصنعة نفسها وطريقة تفاوضها مع الدول وطريقة الدول نفسها في التفاوض، طرق الشراء الموحد للقطاعين الخاص والعام. يعني في أشياء كثيرة تحكم هذا الموضوع. نتمنى أن الجهات الحكومية تأخذ هذه التجارب من هذه الدول ويتم تطبيقها عندنا. طبعا نسمع كثير من المبررات حول التسعير وأنه كذا وأنه كذا، لكن أنا شخصيا غير مقتنع وأرى أنه يجب أنه نأخذ تجارب الدول الأخرى خصوصا في الشراء الموحد بحذافيره، وأيضا فك الاحتكار لأدوية لوكلاء معينين من سنوات يحتكرون أدوية ليس لها بديل في الأسواق. بس احنا بغض النظر عن هذا الموضوع سي فيصل، عفوا بس خليني أكمل لأن هذه النقطة هي الأساسية. في تضارب أساسا في مصالح بعض الوكلاء في 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 نوعيات من الأدوية المعينة. بالنسبة للغش اللي يحصل من بعض الصيدليات، ربما تجد نعم فعلا أنه دواء مسعر سعر الوكيل وتجده في الصيدلية مختلف، أو حتى سعر الوكيل الموجود على العلبة مختلف عن التسعير الموجود في تطبيق هيئة الغذاء والدواء. يعني هذه تم ملاحظة. لكن أنا ودي أتكلم معك يا أستاذ فيصل عن موضوع الضريبة. إحنا اليوم هذا حديثنا عن المحال اللي تقوم بالتلاعب ورصدت وتم غرامتها. أنت لو خليتني بس كان جيتك أنا في يلا الموضوع. يلا تفضل. بالنسبة للضريبة أصلا الموضوع متشعب بالنسبة يعني للناس في أدوية نسبة الضريبة عليها صفر، لا يوجد عليها ضريبة الأدوية المسعرة. الحقيقة الموضوع التوعية كان في قصور شوي في التوضيح للناس، في أشياء اختلط على الناس فيها، مثلا يقول لك هل حليب الأطفال عليه ضريبة أو لا، في أشياء فيتامينات هل عليها ضريبة أو لا. احنا كنا بحاجة لقبل طرح الضريبة انه توعية اكثر تكون اصلا مسجلة بمنشور كامل على في الصيدلية نفسها حتى يطلع عليها الشخص ايش الأشياء اللي يشملها الضريبة او لا تشملها الضريبة. انا هذه شخصيا شفتها استاذ فيصل في موقعهم في تويتر، كان في شرح وافي للسلع اللي تدخل في الضريبة والسلع اللي ما تدخل في الضريبة. انا اتكلم حتى وجودها المفروض الزامية موجودة في الصيدليات حتى الشخص المراجع في الصيدلية يطلع عليها ويعرف الانواع وليس نوع الدواء كاسم لا، وانما الاشياء المشمولة وغير المشمولة. ايضا بالنسبة للصيدليات نفسها يعني المفترض انه أي مخالفة مباشرة يتم إغلاق الصيدلية ويتم تطبيق عقوبة التشهير. الحقيقة احنا ينقصنا عقوبة يعني التشهير. بشدة عقوبة التشهير تنقصنا بشدة، وحتى انا لما اطلع مع الجهات الحكومية يتم الضغط ليش ما تشهرون، يعتبرها الناس هو نوع من الحماية لهذه الجهات. طيب هذه بنطرحها ان شاء الله على ضيفنا. طيب عشان استغل وجودك اخيرا، كيف ممكن يعني تنبه المستهلك لموضوع موضوع الضريبة المضافة، موضوع دفع الضرائب والفواتير وإلى آخره، إذا حاب توجه نصيحتك؟ نعم، نصف الحماية هي بوعي المستهلك. يعني الشخص اللي اليوم قادر أنه يفتح جوال ويدخل على تويتر وعلى سناب شات وعلى غيره، فهو قادر أنه يدخل في جوجل ويدخل موقع هيئة الغذاء والدواء ويدخل وزارة الصحة ويدخل كل الجهات الحكومية ويقرأ كل المواقع مجانا والدخول سهل. فالإنسان هو شخصيا يثقف نفسه ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. يعطيك العافيه استاذ فيصل عبد الكريم الكاتب الصحفي والمختص بقضايا المستهلك. استاذ حمود اذا كان لك تعليق. نعم عندي تعليق. موضوع السلع فيصل، موضوع السلع طبعا او ما يخص التوعيه اللي ذكر استاذ فيصل عبد الكريم، طبعا ما يخص بشكل محدد الادويه والمستلزمات الطبيه التي تخضع لنسبه الصفر. حقيقه منذ فتره الهيئه طبعا اعلنت هذه القائمه بناء على ما صرحت به وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وضعت القائمة على موقع fat.gov.sa خاص بضريبة القيمة المضافة، وكذلك على موقع هيئة الغذاء والدواء، وكذلك كما ذكرت أستاذ الكريم من خلال حساب الهيئة بتويتر وضع رابط لهذه الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يعني يجب أن تخضع لنسبة 0%. هي تخضع للضريبة ولكن 0%. 0% معنى 0% بمعنى أني أنا كمستهلك نهائي لن أخضع للضريبة، لن يحصل مني ضريبة على هذا الدواء أو المستلزم الطبي. سعر الدواء كما هو. كما هو بدون ضريبة. وعلى الرغم من ذلك يجب أن يصدر لي الصيدلي فاتورة ضريبية تحتوي على رقمه الضريبي وعنوانه واسمه التجاري. هل هناك أيضا أشياء صحية أخرى عليها ضرائب ولا كل السلع الصحية معها أي ضريبة أو يعني ضريبة بس بقيمة الصفر أنا أقصد؟
طبعا القائمة التي أعلنتها هيئة الغذاء والدواء جميع هذه القائمة خاضعة لنسبة 0%. طيب أستاذ مسفر، كان يقول الأستاذ فيصل أنه موضوع توضيح هالشيء للناس والتوعية وإلى آخره، هل تشوف أنه فعلا والله في قصور؟ إحنا ودنا اليوم إذا في مشكلة نعالجها بصراحة. والله بالنسبة يعني الهيئة قامت مشكورة بالتوعية من خلال يعني حسابهم على تويتر أو حتى من إطلاق التطبيق ومن خلال موقع vd.gov.sa، لكن ليست يعني لا يمكن للهيئة أن تقوم بالعمل من جانب واحد، لابد من تعاون المستهلك. فمثلا فقط ليست يعني في موضوع الضريبة، فمثلا حماية المستهلك مثلا من خلال وزارة التجارة المواطنين يبلغون مثلا في حال وجود مخالفات، الأمر ينطبق كذلك على ضريبة القيمة المضافة. يجب على المواطن أنه يتعاون في الموضوع هذا، لأنه يهمنا يعني الموضوع سواء الضريبة حصلت أو لم تحصل، لأن في النهاية هذه ضريبة وإرادة الدولة، وهذا بينعكس على الخدمات اللي تقدمها على الدولة لنا جميعا. أنا بسأل الأستاذ حسن الصبحي، أستاذ حسن، تعامل الأسرة مع القيمة المضافة كيف ممكن يكون المفروض في الفترة الجاية؟ يعني تقليل النفقات، عدم شراء الكماليات بشراها مثل ما كان في السابق، كيف نستفيد من هذه الثقافة أيضا؟ أحلى أستاذ إبراهيم، قبل ما أجاوبك على هذا السؤال بسأل ضيفك الأستاذ حمود سؤال. الآن إحنا بنتكلم عن الغش التجاري أو تلاعب بعض محلات السوبر ماركت أو البقالات اللي في الأحياء الصغيرة، هي ليس لا يفرض عليها ضريبة بحكم أن مبيعاتها أقل من المليون ريال، ولكن المنتج اللي بيشتريه أو السلع اللي بيشتريها هذا صاحب البقالة هي عليها ضريبة من المورد الرئيسي. كيف يتم التعامل معها من خلال هذه البقالة؟ أنا لا دافع عنهم، ولكن هناك في خلل نوعا ما حتى يتضح الأمر يعني. نعم. طيب أستاذ حمود، إذا كان لك تعليق سريع. كما ذكر أستاذ حسن، بالنسبة للمنشأة والشركة الغير مسجلة أو تحت حدود التسجيل الإلزامية أو حدود التسجيل الغير الإلزامية اللي هو 187,500، طبعا إذا قام بشراء سلعة من الموزع بيتحمل ضريبة مدخلات على مشترياته. لن يحق لها تحصيل ضريبة لأن غير مسجل. فبالتالي سوف يرفع تكلفته، يتحمل هو التكلفة أو يرفعها على المستهلك. يعني هو له الحق أن يرفع الأسعار. قيمة الضريبة حقيقة ارتفاع الأسعار ولا حق في ارتفاع الأسعار قد يكون ما هو مجال الهيئة أو أنها تحدد هل له حق ولا لا، لكن من ناحية نشاط تجاري أنا تحملت ضريبة مدخلات بالتالي بحملها على الكوست، على التكلفة كوست علي. يعني ممكن المواطن يبحث عن المكان اللي أسعاره لا زالت ثابتة. جميل. أنا لا كحل من الحلول هذا يكون كما ذكرت كمواطنين، احنا مواطنين ترى معي في النهاية مواطنين كلنا. يعني نعول على الوعي بشكل كبير. أنا عندما أذهب إلى متجر لا يفرض ضريبة قيمة مضافة ومع ذلك سيحملني تكلفة ضريبة المدخلات عليه، أو أذهب إلى متجر يأخذ ضريبة قيمة مضافة ومسجل وفي النهاية هالضريبة اللي بسددها بتروح في إلى إيرادات الدولة، فأنا كمستهلك لدي الوعي أذهب إلى هذا الشخص المسجل. طيب. اللي يحصل على ضريبة. تفضل أستاذ حسن إذا كان متعلق على موضوع الأسرة عشان قبل ما نقفل. جميل جدا. بالنسبة للأسرة بالتأكيد أنه ليست ضريبة القيمة المضافة لوحدها هي التي ستجبر الأسر على تغيير نمط الاستهلاك، هناك في عدة عوامل. نعرف الظروف الاقتصادية العالمية ونعرف الظروف الاقتصادية المحلية، هناك بعض التكاليف التي ارتفعت وبعض السلع التي ارتفعت على المستهلكين، وبالتأكيد أكبر التكاليف كانت على السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية. ومن خلالها لابد أنه الأسر السعودية الآن تراجع حساباتها في مجال استهلاكها للطاقة والوقود وللكهرباء، وبالتأكيد أنها ستراجع استهلاكها الشهري من السلع والمنتجات التي الاستهلاكية. أكيد، وراح يدل هذا الشيء على طبعا توعية المواطن. أكيد بالتأكيد بالتأكيد. جميل، يعطيك العافية أستاذ حسن الصبح الكاتب الاقتصادي. شكرا. كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. توجه للدمام أستاذ محمد المري، أخيرا نسألك عن حملات التوعية القانونية، كيف رأيتها سواء للمنشآت أو أيضا للمجتمع؟ صراحة أنا أحب أعلق على ما تفضلوا به الأخوان بأن فعلا الهيئة قامت بدور ومجهود كبير في التوعية.
لكن الإشكالية لدينا نحن أن عندنا قل في الوعي القانوني أو الحقوقي بشكل عام. يعني النظام الضريبي لم يكن ما مر عليه تقريبا سنة من أعلن، لكن في قوانين أيضا أصلا يعني على سبيل نظام الوكالات، نظام الشركات، نظام غيره، المواطن نفسه لديه جهل في حقوقه فيها فيحتاج إلى وعي. هذا يعد عدة عوامل منها يعني قلة المختصين، على سبيل المثال عدد المحامين في المملكة ما يقارب 3000 محامي فقط في المملكة، وهذا يعتبر عدد قليل جدا. فما بالك في نظام أقر ما له سنة ويحتاج إلى مدة من الزمن لكي يعتاد عليه المواطن ويعرف مداخله ومخارجه وسلوكه النظامي فيه. على سبيل ذلك يمكن أن أذكر بأن المواطن لا يفترض به أن يكون خبير أو مختص، ولذلك وجهت الجهات التي تراقب السوق وتستقبل الشكاوى من المواطن، ولا يفترض أن كل شكوى تكون صحيحة. يعني قد يكون المواطن يرى بأنه على حق، لكن هذا يرجع إلى الجهة المختصة هي تعالج المسألة. جميل جميل، يعطيك العافية أستاذ محمد المري القانوني والمختص بالشؤون الضريبية، شكرا جزيلا لك. حياك الله أستاذ حمود. قبل ما نقفل القضية، إذا كان لك من نصائح أيضا في موضوع مثلا يمكن تشيكت على السوشيال ميديا وشفت الناس كيف تكتب، هل الناس فعلا والله قاعدة تصيد بعض التلاعب اللي يصير، ولا هذا يعتبر يعني ممكن جهل في بعض الأمور يمكن يجهلونها؟ لا فعلا احنا ما بعد عندنا اطلاق التطبيق الى اليوم يمكن وصلنا تقريبا 75,000 بلاغ، طبعا قمنا بتصنيفها، هناك بلاغات طبعا تخص جهات اخرى، وهناك بلاغات فعلا تخص الهيئه ومخالفات ضريبيه. قمنا طبعا ب يعني حوالي 700 شركة أو منشأة تم ضبط هذه المخالفات لديها، وتم إعداد محضر ويتم مخالفتها بمشيئة الله. ففعلا ننطلق من كلام الأخ الكريم أنه نحن لا نستطيع أن نخاطب المستهلك بمصطلحات قانونية. حتى لو تلاحظون في رسائلنا في تويتر كنا نحاول نبسط المصطلحات كي تصل إلى المستهلك بشكل مبسط وشكل غير قانوني، لأن المصطلحات القانونية عادة ليس كل شخص يفهم في المصطلحات القانونية. أمر آخر طبعا حبيت أشير له طبعا، وهي ما نراه من بعض الإشاعات التي تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الهيئة رصدت كذا إشاعة وقامت عدم أخذ الخبر من مصدره الصحيح، وضع بيان وتفنيد لهذه الشائعات. مثل ما يعني الشاعة اللي كانت تقريبا قبل 3 أيام إن عندما سحب من الصراف الآلي فرضت عليه ضريبة، هذا غير صحيح. السحب من الصراف الآلي لا يوجد عليه ضريبة قيمة مضافة، وسبق أن الهيئة تم تحديد العمليات البنكية. تم تحديد العمليات البنكية الخاضعة للضريبة، وهي طبعا الرسوم الصريحة التي الرسوم الإدارية فقط، الرسوم الإدارية ورسوم طبعا كرسم فقط صريح، وما سيخضع لضريبة. وإحنا لسه تونا في بداية المشوار، وإن شاء الله قدامنا يعني إن شاء الله تجهيز أكثر وتوعية أكثر حتى يكون المواطن على علم إن شاء الله بكل شيء. شكرا لك أستاذ حمود الحربي، مدير العمليات مشروع قيمة الضريبة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ. أيضا أستاذ مسفر الدحيم، مستشار ضريبي ورئيس الفريق القانوني لضريبة القيمة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا، يعطيك العافية. شكرا لك. وصلنا إلى ختام القضية، وبقي معنا صوت المواطن، هذه الفقرة اللي هي تعتبر صوت لكم جميعا مواطنينا ومشاهدينا. اليوم نتكلم عن آلاف الخريجين اللي يعيشون، والخريجات أيضا يعيشون يعني تحت معاناة خريجين الحاسب الآلي تحديدا، معاناة من عدم اهتمام وزارة التعليم بتخصصاتهم على حد قولهم، واللي جعل من عملية بحثهم للوظيفة أصعب وأكثر. أبدى عدد منهم طبعا استياءهم تذمرهم من صمت وزارة التعليم وعدم إحداث وظائف لتخصصهم، مؤكدين أن وزارة التعليم لم تطلب من الخدمة المدنية احتياجها الفعلي من تخصص الحاسب الآلي. نتعرف أكثر على القضية وهل هذا الكلام صحيح أو لا، وبيكون معنا إن شاء الله المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، ولكن بعد هذا التقرير. تشير التوجهات العالمية المعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبلا على جودة الإنجازات التعليمية فيها وعلى مستوى الاستثمار المعرفي في الموارد البشرية، كما أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم له أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المدارس والجامعات، حيث أنه يزيد من التفاعل بين الطلاب في تبادل المعلومات والحصول عليها
بسهولة دون الحاجة للتواجد في نفس المكان أو داخل الغرفة الصفية كما كان الحال في الطريقة التقليدية في التعليم منذ سنوات. كما سهلت التكنولوجيا في التعليم عملية التواصل بين الطلاب أنفسهم من جهة وبين المعلم من جهة أخرى، وهناك العديد من وسائل التكنولوجيا التي استخدمت في دمج التكنولوجيا في التعليم ابتداء من استخدام الحاسوب والهواتف الذكية. لذا كان من الضروري أن تأخذ المملكة العربية السعودية قصب السبق في التحول إلى مجتمع اقتصادي معرفي واستخدام أحدث التكنولوجيا في التعليم لتحقيق موقع مرموق في المشهد العالمي وتحقيق رؤية المملكة 2030. الاستديو الإخبارية إبراهيم العدواني. من جدة معنا الأستاذ أحمد الغامدي أحد خريجي قسم الحاسب الآلي، حياك الله أستاذ أحمد، مساء الخير. حياك الله، مساء النور أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. اليوم المجال لكم، ودنا توصلون صوتكم، وش القضية اللي عندكم بالتفصيل؟ متى تخرجتم؟ هل كان في إعلان وظائف؟ ما كان في إعلان؟ إيش القضية بالتحديد؟ الله يعطيك العافية. إحنا تخرجنا من عام 1432 صدمنا بالاحتياج الذي تقدم لنا بالاحتياج الصفر لسنوات كثيرة. وصل الاحتياج ممكن إلى 200 إلى 300 رقم أو 300 اسم نزله وزارة التربية والتعليم. هذا لا يكفي في أعداد الخريجين الآن، الرجال يفوق 7,000 خريج والنساء 10,000 خريج، تتقاسمها من جامعات وكليات، وتقاسمها بالذات الأكثر ظلما كلية التربية قسم الحاسب الآلي. كلية التربية قسم الحاسب الآلي هم اللي مرجعهم الوحيد اللي هي المدارس الحكومية فقط. ما لهم لا شركات يستضيفهم ولا يعني الوظائف اللي طلعت كانت بس 300 اسم هم اللي توظفوا من من تقريبا من كم؟ سبع سنوات. 17,000 من سبع سنوات هذه بعد. من سبع سنوات هذه. أتكلم لك مو من سنة، من سنتين، من سبع سنوات. ثلاث سنوات أو أربع سنوات متتالية كان احتياجنا صفر. أنا ماني عارف الوزارة على أي آليات قاعد تأخذ الخريجين على أي آليات تتواصل مع المدارس في الشح للمعلمين أنه يغطي مدرسة ومدرسة أخرى معلم واحد فقط. أها، يعني أصلاً الواقع الحالي يقول أن في نقص في مدرسي الحاسب الآلي. أي بالضبط. أي. أنا تواصلت مع أكثر من دائرة خارج جدة، يعني كنت بشوف كم المعلمين الحاسب الآلي في نفس الدوائر يعني يخافوا أن يخاطبوا كمان وزارة التربية والتعليم عشان لا تنقص نقاطهم، أنه قاعد يطلبوا احتياج كثير. الآن آخر أجيب لك على آخر إحصائية لما يقارب 1400 اسم نزل معلمين الحاسب الآلي 31 اسم، يعني ما يعقل من خلال السبع سنوات هذه إحنا على 31 اسم أو 31 معلم فقط اللي يحتاجون التربية والتعليم، وعندنا الشواهد كثيرة الآن وعندنا الخطابات وعندنا زرنا خادم الحرمين الشريفين قبل سنتين وقبل سنة كمان، فوعدنا بالخير فأبشروا بالخير بكلمة الشهيرة الخريجين الحاسب الآلي. حول قضيتنا في 2 أغسطس 2017 وكمان 15 أغسطس 2015 عفوا 2017 لمكتب الوزير. أيوة. تم تهميشها من مكتب الوزير وتحول كمان تم الاطلاع عليها كمان مكتب سمو ولي العهد. أيه. سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره. كمان حول قضيتنا على موضوع خريجين الحاسب الآلي في شح، خريجين الحاسب الآلي سبع سنوات عاطلين للآن، يعني بتونا في الأمر هذا إيش المشكلة. فكان أن المشكلة اللي يقولونها أنه لا يوجد لهم وظائف، وهذا الكلام يعني من قبل الوزارة غير صحيح نهائيا. الوظائف فيه، لكن إيش المشكلة أنا ماني عارف. أنا أتمنى الآن من سواء المتحدث أو الدكتور أحمد العيسى يعطينا سبب مقنع فقط لعدم إدراج مادة الحاسب الآلي للمرحلة الابتدائية. الآن ما يقارب 12 سنة فقط حنوصل لعام 2020-30 للرؤية التي كل
الشباب السعوديين تبشروا فيها بالخير بإذن الله. لسه مادة الحاسب الآلي لم تدرج في المرحلة الابتدائية. طيب احنا والله الأمانة حاولنا نتواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، وحاولنا من 3 أيام والله فريق الإعداد يعطيهم العافية أنهم يتواصلون حتى نسمع رد ونسمع يعني أيضا يعني ممكن يكون تهدئة لوضعكم، لكن للأسف الشديد ما في أي تجاوب. نتمنى إن شاء الله في القادم الأيام، ولهم حق الرد صراحة في هذه القضية. يعطيك العافية أستاذ أحمد الغامدي أحد خريجي قسم الحاسب الآلي، نتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله يكون في تيسير لأموركم وتنزل وظائف قريبة بإذن الله. القضية متعبة مشاهدين الكرام ومؤلمة حقيقة لهالعدد الكبير اللي متخرج من دون وظائف، لكن إن شاء الله بإذن الله رح نتابع القضية في برنامج استوديو الإخباري. انتهت حلقتنا، إلى اللقاء.